ومن السؤال يقول في الولاية والبراءة، يقول بعض الأصحاب بأن الرجل إذا توفي والده وكان نسبته على حد التحية فهو خارج عن الولاية لاستمراره على المعصية، ونتيجة لذلك لا يجوز دعاء الرحمة. هل مقتضى هذا المبدأ والذي لا نشك فيه أن يحصل رحمة الله، رحمة الله التي ورد توصيفها من الجلال ووسعة ورحمتي وسعت كل شيء، أم أن الأصل في هذا المبدأ التمييز في المعاملات الدنيوية وعدم الخوض فيما بعد الموت وتتبع قول القائل دع حساب الناس برب الناس؟ دع حساب الناس برب الناس، نعم، حساب الناس الله سبحانه وتعالى يقسم، ولكن لين حتى تحاسب على ما تفعله في هذه الحياة. فإذا كان الأب مشركا مثلا فلا يجوز الاستغفار له والترحم عليه، إذا كان مرتكبا لكثير من الكبائر فكذلك عليك أن يدعو بدعاء عام، ربنا ارحمنا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وكذا، لكن إذا كان الاستغفار فيطلب له الهدايه ينصحه يعاتبه يبين له، مثلما كان ابراهيم عليه السلام يبين لابيه، ولكن ان يترحم له فلا، ان يقصه بالرحمه لا، لانه ليس من اهل الرحمه. نعم يقول الله سبحانه وتعالى